إلى الشعب الجزائري. أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين سيصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، إن هدفنا هو تحقيق الاستقلال في إطار الشمال الإفريقي، ورغبتنا هي أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها وبعض محترفي السياسة الانتهازية. نحن نعتبر أن الحركة الوطنية بعد مراحل من الكفاح قد أدركت مرحلة الانجاز النهائية. فإذا كان هدف أي حركة ثورية هو خلق الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية ملتف حول قضية الاستقلال والعمل. إن أحداث المغرب وتونس تمثل عمق مراحل الكفاح التحريري في المغرب العربي. إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية لتحقيق الوحدة الشمال إفريقية في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. إننا مصممون على مواصلة المعركة وواثقون من عواطفكم المعادية للاستعمار. إننا وهبنا أفضل ما عندنا للوطن وهي حياتنا.